ما قلتيش هكذا ما دار ما قلتيش هكذا راك تحولي في الهضره تاعك ما دار ما لا 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 انت يا مدام لا 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 ما قلتيش ريفيجي ريفيجي لا لونغ اماجير انت غير مرحب بك. هكذا استقبل سكان الناصرية وشعبة العامر بولاية بومرداس رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي البرلمانية المثيرة للجدل. وأثناء حضورها تدشين مشروع للغاز الطبيعي قوبلت برفض شعبي كبير وصفت من خلاله بالعنصرية ناهيك عن مقاطعتها، مظهر لم تتقبله نعيمة صالحي وجعلها تتبنى مجددا نظرية المؤامرة تحت حجة أن الحادثة دبرت لها من طرف أحد النواب. وصلت للقرية انت احد النواب كي شفت قلت ما عرفت هو مش نائب في بومرداس على كل حال ولكن ابن منطقة العزيب هذه. المشكل انه هذا السيد بقى كاري لهم سيارة تبعوا فينا وين نروحوا يروحوا. كي وصلنا لشعبة العامر زادوا نزلوا من سياراتهم وجاوا هما نفسهم قال كذا وكذا وكذا. قالوا لهم الجماعة عيب عليكم احنا رانا قبيل ورانا معاها. عبارات الطرد واللا ترحيب التي وجهت لنعيمة صالحي من طرف مواطني الولاية التي يفترض أنها تمثلها يرى فيها زملاؤها أنها توجب عليها الاستقالة أخلاقيا لا قانونيا، وتبريرهم إذا كان المنتخب عن ولاية ما منبوذا من طرف مواطنيها فعليه المغادرة. لا لا ماشي يعني الإنسان كي يولي غير مرغوب فيه في دواره هذه يعني بس دخلة في واحد الأخلاق ما نجمش نوصفها أنا. إلا ولا غير مرغوب فيك في دوارك بالفعل لازم ترحل بالفعل أنه أنت مسيء في بزاف حوايج باش الناس وصلت لها الدرجة. نعرفوا بلي المجتمع الجزائري يتقبل بعض الأمور ويتقبل من بعض الغلطات ويتقبل من بزاف حوايج بصح باش يولي غير مرغوب فيك هذا شيء كبير اللي ما يقدرش يعني الإنسان يتحمله، وهذا يطلب من ديبوتي ولا رئيس بلدية ولا بالرحيل يرحل. شتان بين هذا وذاك يقول متابعون، فما حدث لنعيمة صالحي في ولاية بومرداس أمر حدث مع نائب حزب جبهة القوى الاشتراكية مصطفى بوشاشي. الأخير قدم استقالته من البرلمان كليا، لكن نعيمة أصرت أن تواصل نضالها على حسب قولها.